اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض وصفه برضو لذيذه جدا جدا، وهنستعمل فيها السماء، وهي وصفه الشاورما فته. هنعملها فته ومن غير رز، وهنعملها بالسماء وبشويه حركات كده ان شاء الله هتعجبكم. وطبعا هنستعمل سمنه، سمنه جنه اللذيذه، هنحط معلقه. ناس كتير على فكره بعتوا طبقوا الوصفه بتاعت كيكه جدتي اللي عملتها، وكتير انبسطوا عليها الحمد لله، وبعتوا لنا اضافات هم عاملينها على الكيكه، شكلها حلو قوي، ان شاء الله بنعرضها مع بعض في الحلقه. هنا نحط بقى دلوقتي الفراخ، الفراخ طبعا متقطعه شرايح زي ما انتم شايفين. طيب على ما الفراخ تتحمر بقى نشوف كده مع بعض المكونات بتاعتنا ايه. عندنا عيش شامي مقلي، وعندنا زبادي وطحينة وليمون، بصل وقوطة، بهارات ورشة قرفة وملح وفلفل وثوم وسماء طبعا، وللوش عايزين شوية صنوبر صغيرين وبقدونس، وممكن نستعمل رمان. للوش كمان بيبقى شكله حلو، بيدي لون كده حلو للشاورما طبعا لو في رمان، لو ما فيش تقدروا ما تستعملوهوش. طيب دلوقتي بقى نبتدي نحط التوابل بتاعتنا، نحط الفلفل. انا لسه ما حطيتش البصل، لان طبعا البصل بيبقى يدوب شبه ني يعني، فما بنحطوش غير في الاخر، لانه طبعا هي مش طبخة يعني. البصل الاسفة العيش الشامي بتقدروا تقلوه زي ما احنا قلينه كده، وممكن تقطعوه وتحمصوه في الفرن لو انتوا مش عايزين تقلوه، انتوا حرين طبعا، بس احنا هنا قليينه مش محمصينه يعني، بصراحة يعني بيبقى احلى لما بيتقلي. طيب نحط بقى شوية ملح، وعندنا خل صحيح، وممكن دلوقتي على ما تتحمر الفراخ بتاعتنا نعمل الطحينة. الطحينة بقى بنحط الزبادي اللي عندنا، وطحينة ثوم ثوم هنعوزه تاني، وبنحط ليمون، وبنحط شوية ملح، ملح مع معلقة. ودايما لازم الحاجات دي بتبقى كل المقادير اللي فيها يعني تقريبية، فدايما لازم ندوقها عشان نتأكد. ممتازة، بس ناقصها رشة ملح. خلاص كده احنا الطحينة بتاعتنا جهزت، ودول نشيلهم من هنا. خلينا نبص على الفراخ صحيح بتاعتنا حصل معاها ايه، يعني خلاص هي يمكن هرفع عنها الفويل، خليها تبتدي تكمل السوا بتاعها بقى من غير
الفويل، نحط بقية التوابل اللي عندنا، رشة قرفة، وبهارات، وسماء، يعني تقريبا معلقة، بتبقى لذيذة لما بتخلصوا الشاورما انكم تطفوا فيها فحمة، بيبقى شكلها طعمها بيبقى لذيذ قوي كأنكم عاملينها على الفحم. فلو عندكم فحم في البيت حاولوا تطفوا يعني تطفوا الفحمة بشوية زيت لما تخلص الأكلة بتاعتنا، وسيبوها تشرب نكهة الفحم كده 5 دقايق وبعدين كلوها عادي. هنحط البصل بقى، ونحط ثوم، هحط بس على الشاورما بتاعتنا يعني تقريبا بس معلقتين خل بس تخلص كده، بيديها حموضة حلوة كمان مع السماء. معلقتين بس كده او 3، هي كده الشاورما عندنا خلصت. هنطفي النار، وبس طفينا النار هحط القوطة، يعني هي اخر حاجة بتتحط القوطة، ونجيب بقى الطبق بتاعنا، نحط العيش فيه تحت، وناخد الشاورما بتاعتنا، نحط لها بس شوية بقدونس، بس شوية يعني، خلي الباقي للوش. نجيب بقى حاجة نغرف بيها، ريحتها طبعا رائعة، كمان لو طفيتوها بالفحم هتبقى أحلى وأحلى. ناخد دلوقتي بقى الخلطة بتاعت الطحينة بتاعتنا، ونحطها على الوش كده، يعني انا بس مش عايزه احط كتير عشان خاطر يعني عايزه شويه من يعني مش هنغطيها كلها عشان يبقى في شويه بس من الشاورما كده باينه، وشويه من العيش باين، يعني حلو. انا بحب الاطباق اللي بيبقى باين فيها المكونات، يعني متبقاش المكونات كلها مستخبيه. تمام كده، كويس قوي. خلاص ناخد بقى شوية بقدونس، طبعا يعني الوش ده بقى
يعني ذوق كده اختياري، انتوا بتقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه كده. شوية رمان يصحصح اللون شوية، وكده نبقى خلصنا طبق فتة الشاورما بتاعتنا. في قلب دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نعمل معاكم كمان وصفة ونقفل طبق المسخن بتاعنا. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله.